الله. الأذان الثاني يرفعه على مسامعكم حسام الحموي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل،
واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل مخاطباً الأمة بأسرها: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المسلمون، ما تشهده الأمة العربية والإسلامية اليوم من أحداث خطيرة ومن فتاوى تكفيرية خطيرة ومن هجمة صهيونية شرسة يتطلب من الأمة على كافة مستوياتها وشرائحها أن تجتمع اليوم على كلمة واحدة وعلى موقف واحد وفي خندق واحد. وأي أمة تريد أن تنحرف عن المسار الذي رسمه الله لها فعاقبتها الذل والهوان والخذلان. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. فأي أمة تريد أن ترتقي نحو العلم ونحو الحضارة ونحو الرقي والتقدم والقوة والعزة والكلمة لابد لها أن تكون متماسكة مع بعضها البعض، مترابطة مع بعضها البعض، وإلا كانت لقمة سائغة لأعدائها. وإذا نظرت أيها المسلم اليوم في حديث رسول الله سيد الخلق الناطق بالحق عندما أشار إلى هذه الناحية الهامة بقوله صلوات الله وسلامه عليه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة؟ قال: لا، ولكن غثاء كغثاء السيل. تعالوا أيها السادة لننظر في تاريخ البشرية، لننظر في هذا التاريخ الذي دون حقيقة اليهود، قتلت الأنبياء ونقضت العهود، كيف كانوا يحاولون منذ الجاهلية إلى تفتيت وتقسيم وتمزيق الأمة العربية والإسلامية. في الجاهلية الأوس والخزرج كانا يتقاتلان كثيرا، وسالت دماء كثيرة، وطالت بينهما حروب كثيرة. وعندما جاء الإسلام جمع الأوس والخزرج تحت راية الإسلام والعروبة. وذات يوم
مر أحد اليهود فوجد الأوس والخزرج يجلسون مع بعضهم البعض ويتحادثون، فغاظه ما رأى، فقال لغلامه: اذهب إلى أولئك وذكرهم بيوم بعاث. ويوم بعاث يوم من أيام الجاهلية اقتتلت فيه الأوس والخزرج وسالت دماء كثيرة في ذاك اليوم. فذهب الغلام وفعل ما طلب منه، فما كان من الأوس والخزرج إلا أن قاما وتقاتلا، وإذا بالنبي العربي محمد يغضب ويقول: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، أترجعون كفارا وقد أكرمكم الله بالإسلام؟ بعد ذلك ونحن في سجل التاريخ، ماذا حدث؟ هل تركنا اليهود؟ هل تركنا أعداء هذه الأمة؟ لا. ماذا فعلوا؟ في عام 1907 قام مؤتمر أو أنشئ مؤتمر أوروبي كبير ضم نخبة من المفكرين والسياسيين الكبار برئاسة وزير خارجية بريطانيا آنذاك، الذي قال كلمته في افتتاح المؤتمر: إن الحضارة الأوروبية مهددة بالزوال والفناء، والواجب علينا يقضي بأن نبحث في هذا المؤتمر عن وجود وسيلة فعالة تحول دون انهيار حضارتنا. واستمر المؤتمر شهراً من الدراسات والنقاش، ومن خلال الدراسات والنقاش وجدوا أن الخطر الأعظم الذي يهدد الحضارة الغربية الآفلة هم المسلمين، فقرروا أن يبذلوا جهودهم كلها لمنع إيجاد أي اتحاد أو اتفاق بين دول الشرق الأوسط. وفي نهاية المطاف قرروا المؤتمرون المتآمرون أن ينشئوا قومية غربية يهودية معادية للعرب وللمسلمين الشرقي، قناة السويس. وبذا أرست بريطانيا أسس التعاون والتحالف مع الصهيونية العالمية التي كانت تدعو إلى إنشاء دولة يهودية في فلسطين. وقام بعدها الصهيوني لورانس براون ليقول: اسمعوا يا أمة العرب، اسمعوا يا أمة العرب ماذا قال الصهيوني الحاقد: إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. هذا ما خططوه وهذا ما فعلوه. ولكي يبسط اليهود نفوذهم في الأرض ويحققوا آمالهم، وضعوا هدفين أساسيين ليصلوا إلى ما يريدون. اسمع أيها المسلم، كن على حذر ما يجري في سوريا،
في هذا الوطن الشامخ بشعبه وبقيادته. هدفين أساسيين: الأول تجزئة أمم الأرض وإغراء بعضها ببعض وإشعال نيران الحروب فيما بينها وإيقاد نيران الفتن بين شعوبها ثانياً تجزئة أمم الأرض وتحطيم مفاهيمها وأخلاقها ونظمها وإبعادها عن صراط الله. هذا ما فعلوا في كل زمان وفي كل مكان. الشاعر السوداني محمد الفيتوري وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه قائلاً: يا سيدي عليك السلام من أمة مضاعة خاسرة البضاعة. يا سيدي منذ أن قامت بيننا وبينك الحدود تفرقنا ومتنا وداست فوقنا ماشية اليهود. ولله در القائل: محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل أتباعك همل مشاع؟ أإسلام وتغلبهم يهود وأساد وتأكلهم ضباع؟ شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. يا أمة الإسلام، اليهود يمزقون الأمة منذ سنين طويلة، وما يجري اليوم في سوريا هذه القلعة الصامدة كناطح صخرة يوماً ليوهنها فما وهنت وأوهن قرنه الوعل. هذه القلعة الصامدة ما يجري بها اليوم وما يجري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام هو ليس بجديد، هو مخطط له من قبل، ولكننا أمة نائمة، أمة لا تقرأ التاريخ ولا تقرأ ما يخطط وما يمكر لها أعداؤها. افتعلوا فتنة في فلسطين اقتتلت فتح وحماس، افتعلوا فتنة في أفغانستان، افتعلوا بعدها فتنة في العراق، وافتعلوا بعدها فتنة في مصر، وافتعلوا بعدها فتنة في سوريا، لكنهم صدموا عند هذه القلعة لأنهم لم يكونوا يدركوا أن سوريا ودمشق هي عاصمة التاريخ، هي عاصمة الحضارات، هي عاصمة الأديان. دمشق التاريخ والصمود. عندما تقول دمشق، دمشق العزة والكرامة، دمشق التي يرقد في أكناف مسجدها الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي وحد الأمة ثم حرر لها قدسها وأقساها. هذا هو الناصر صلاح الدين يرقد بين جوانبنا. سلوه: كيف أعدت الأقصى يا أيها الفارس المقدام؟ يقول: أعدتها بجمع شمل الأمة وتوحيدها عندما وحدت مصر والشام.
أعدت لكم الأقصى. هذه رسالة من صلاح الدين الأيوبي. واليوم الفتاوى التكفيرية التي تزيد مجتمعنا وتزيد أمتنا تقاتلاً وتقسيماً وتمزيقاً ليست من ديننا بشيء. هل يجوز أن يقتل بعضنا بعضاً وأن ننكل ببعضنا البعض تحت دعاوى أو فتاوى تكفيرية؟ كيف يجوز ذلك؟ ومحمد بن عبد الله قال: كل المسلم على المسلم حرام، حرام دمه وماله وعرضه. كيف يقتل العرب بعضهم بعضا ونبي الأمة في حجة الوداع وقف ليقول أيها الناس، لم يقل أيها المسلمون، انتبهوا، لم يقل أيها المؤمنون، قال أيها الناس. لما؟ لأن نبينا يخاطب الأمة بأسرها، لأنه رسول للبشرية جمعاء. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وقف في حجة الوداع أمام تلك الألوف المؤلفة وراح يخاطب تلك الجموع، وأنصت الحجر والشجر والمدر ليسمع تعاليم ذاك النبي الرحيم. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، هذا هو نبينا، وهذا هو إسلامنا، وهذه هي عقيدتنا. نقول لمن يفتي بعيداً عن كتاب الله وسنة نبيه وهو يدعي أنه يفتي من القرآن والسنة، نقول له: أولاً تذكر قوله تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. تذكر هذه الآية. نقول لهم: لئن أفتيتم بقطع رؤوس السوريين فدمشق وعلماؤها وفي مقدمتهم حجة الإسلام شيخنا، شيخنا الخالد في قلوبنا بعلومه، بكلامه، بفكره، بثقافته، بوعيه، محمد سعيد رمضان البوطي، أفتى بإنارة العقول. يا من أفتيتم بتقطيع الأوصال، دمشق أفتت، سنشد عضدك بأخيك. يا من أفتيتم بتقسيم وتمزيق سوريا والوطن العربي، دمشق أفتت، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا من أفتيتم لشباب البلدان العربية بالقتل والتنكيل في سوريا، نقول لكم: هذه ليست ثقافتنا. كنا في مدارسنا وما زلنا نردد في كل صباح في ساحات المدارس النشيد العربي الذي يقول: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان، فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا. نقول لدول الجوار، للعرب ولغير العرب: دمشق، دمشق برجالها، بعلمائها، بمفكريها، بسياسيها، تقول لكم:
أنتم لم تحفظوا كرامة الجوار، أما نحن فنحفظها لكم. نحن نفعل كما قال حسان بن ثابت: فما أحد منا بمهد لجاره أذاتا ولا مزر به وهو عائد، لأننا نرى حق الجوار أمانة ويحفظه منا الكريم المعاهد. لا نرضى بالظلم لأنفسنا، كذلك لا نرضاه لغيرنا. لا نرضى بالإرهاب لغيرنا، لأنفسنا كذلك لا نرضاه لغيرنا. دمشق هذه هي ثقافتها، هذا هو منهجها، هذه أخلاقها التي تفتخر بها بنسيجها الوطني الرائع، بنسيجها الوطني الذي يستحيل أن يفتت وأن يمزق مهما عصفت الرياح ومهما عصفت بها الخطوب. هذه دمشق، إنها دمشق، يا من جهلتها اعلم إنها دمشق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط من الأعداء، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط من الأعداء، واجعل اللهم هذا البلد وسائر بلاد الإسلام والمسلمين آمنا مطمئنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد